السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين المراية يظهر فيها الانعكاس اللي وراها زي اي مراية بتحترم نفسها، فخلينا مثلا نعمل فيديو بسيط، لقطة جديدة اهيت، وخلينا مثلا نعمل اللقطة اهيت. وخلينا مثلا نقول له خد لقطة كده اهوت، ومثلا اتحرك كده شوية. تمام، وهقول له بعد كده اوكي. عايز ابدأ اضيف موضوع المراية، وهاجي هنا من ادفانسد وهقول له ريفليكشن. تمام، وهبدأ اختار بقى المادة اللي انا عايز اعمل فيها الريفليكشن اد بان. مثلا اختار ديت، فيبدأ يختارها ويختار اي حاجة من النوع بتاعها بالشكل دوت. طيب خليني اقول له اوكي، هتلاقي هو الانعكاس هو ظاهر. تمام، ممكن اقول له بقى انا عايز مثلا الكواليتي تبقى هاي بالشكل دوت، ممكن تزود الريفليكشن اهوت، هتلاقي فيه انعكاس للمراية بالشكل دوت.